الإنسان إذا مات ودفن في قبره، هل يعرف أنه يعني هل يكون واعيا لما حدث له قبل وما سيحدث له بعد؟ يعني يعرف أنه كان في الدنيا ثم بعد ذلك. نعم، هو بالنسبة للإنسان إذا توفي نقف مع الأدلة والنصوص التي بيّنت الإنسان عند الموت وفي السياق يعلم أنه أقبل على الآخرة، ولهذا يتمنى أن يؤجل، يتمنى أن يؤخر، لكن إذا جاء الأجل انتهى. أيضا يبشر وهو في سياق الموت، لا زال الآن في مسألة خروج الروح أو تنتشر الروح في البدن حتى لا تخرج كما هو معلوم كما جاء في الحديث. ثم إذا توفي الإنسان روحه تأتي مع جنازته كما جاء في الحديث، إذا حمل الرجال الميت قالت روحه إن كان في من أهل الجنة قدموني قدموني، وإن كانت ليست من أهل الجنة قالت أخروني أخروني. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإما خير يقدم له وإما شر تضعونه عن أعناقكم. إذا وضع في القبر يسمع قرعا يعالي الناس إذا انصرفوا، ثم يأتي السؤال ويتمنى الرجوع إلى الدنيا ليعمل الصالحات. أما غير هذا هو يعلم، نعم أنه كان في الدنيا وأنه توفي، لكن التفاصيل أو ما يقع بعده هذه نحتاج إلى دليل، وأما ما يقع بعده فلا يعلمه أصلا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما يذاد عن بعض الناس عن حوضه فيقول ينادي على هؤلاء فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فلو كان الميت يعلم ما يقع بعده في الدنيا لما استغرب عليه الصلاة والسلام ولما سأل ولما قيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فنقف على حسب النصوص.